ايه اكتر حاجه بتحبيها فيه؟ حنيته، حنين كتير، حنين وكريم، وبيخاف علي بمرضي وجنبي دائما اذا انا تعبانه وبيهتم، وانا هذا اللي كنت بحاجته. بس طب ايه عيوبه؟ حاجه ما تحبيهاش؟ فيه شيء بزعلني كتير، خليني اقولها، لانه في رجال كتير كمان بيعملوا هيك. لما بكون انا زعلانه فهو ما بيقول لي على طول، مثلا بيعالج الموضوع بالكلام، فبيخليني اقول فبيسكت. انا عموما بتضايق من السكوت، يعني اذا مثلا عندي خلاف معاكي وقاعده عم اقول لك شو مزعلني وانت ما عم تحكي بتستفزيني فبتضايقيني اكثر. فاذا طلعتي هيك في نظره فيها إلى معنى بلا طعمه، يعني انه امتى حتسكتي بما معنى، بصير بعلي فبصير عرفتي دمي تقيل كتير. فهو هاي بتضايقني انه بيسكت وبيخليني ازعل عصب، فبيقوم بيعصب كتير مرة واحدة. طب ما تقول من الاول، عم قلك مثلا وين رحت هذا اليوم، تعال لي هات موبايلك اديرها. فعلا بتاخدي موبايله؟ اي طبعا لازم اخد. وبتدوري في موبايله؟ مرة. معك الباسورد ولا مش حاطط باسورد؟ معي طبعا. بتدوري؟ اي معي. لما بينام ولا قدامه؟ لا قدامه. هات موبايلك واشوف. لا بدون هات موبايله، بدون هات موبايلك، قمة الرقة هيك مع بوسة كمان. راح قلبي بدي اطمن.